اللهم صل على صلى الله عليك يا مولاي يا أبا القاسم يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء لله يرزون هدار كان الهدى من بعدي قل للرزايا هوني لله يوم لابن موسى زلزل السبع الطباق فاعولت برنيني حطمت قناة الشرع حزنا بعده وبكت بقعان الدم عين الدين يوم به أهل البتولة خاين يدعى بعكس الأمر بالمأمون يوم به أضحى الرضا متجرعا سما بكأس عذاوة وضغون جعلوا في عنب ورمان لكي يخفى على علام كل مصون أو ما دروا أن الخلائق طوعه من عالم التكوين والتدوين لكنه لما دعاه من ارتضى مثوى له في دار عليين فمن المعز المرتضى أن الرضا نال العذاب في قديم ديوني ومن المعزي من نزار أسرة ألبت شبابي أضل وقب بطوني في طول صار صحة لجل رضا وزلزال والأرض ترجف والرضا مطروح في شيال شلت يمين الفاجر غال الرضا بسموم يا من عبوس وبشار صاير علينا يوم ومن المدينة لاتا جاءت هل هو عموم جاله أبو الكاظم ينظر عزيز أشعال بالله يا زهراء قومي ده اليوم يا محزونة شوفي عزيز شمرمي والسم غير لونه ما
مات منهم واحد في الدنيا موتت عينه إلا بسموه هذا مطروح ما حد شاله. جار الزمان وشتت عترت علي نادي هذا بسموه هذا مطبد بوح وقلبه صادي وهذا شريد وهذا مغلول بالأقيادي وهذا ثلاثا بالثرى مطروح ما حد شال ومصيب. أهل البيت عليهم السلام عنوانا قد سلموا أمرهم وقضاءهم إلى الله وإلا فإنهم من القدرة بمكان أنهم لو أرادوا الدنيا لكسبوها. الآية الكريمة تنبهنا إلى هذا العنوان ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، شوف العبارة استضعفوا وليس ضعفوا وليس الذين هم ضعاف. الناس استضعفتهم ظنتهم ضعاف وهم الواقع شنو؟ أقوياء. هم من القوة بمكان، يعني الإنسان الحليم أحيانا أنت تظن من حلمه أنه ضعيف، مرة تشوف القوة والقدرة تشوف ذلك قدامك فتعرف أن الرجال مو ضعيف إنما هو حليم. معنى ابن زايدة مشهور بحلمه صار أمير من الأمراء يوم من الأيام، أمير على ولاية كاملة، ف جماعة قاعدين يقولون معنى ابن زايدة حليم وما حد يقدر يغضبه. قال لهم واحد هذا قبل ما يصير أمير، الحين أمير لا تقدر تغضبه. قال له ما حد يقدر يغضبه. قال وإذا غضبت ايش تعطوني؟ قال نعطيك 100 ناقة. 100 ناقة كبيرة. هسه الناقة الواحدة بكم تشتريها؟ 100 ناقة ايش قال؟ وبذاك الزمان قال لهم عرض مغري تخلوني اغضبه غصب حتى لو هو امين. قالوا له بس اذا ما تغضبه تسلم لنا 100 ناقة. هذا يخليني غصب اروح اغضبه اغضبه بعد ما سلم 100 ناقة. ذبح له شاة واستخرج الكرشه مالتها هاي باوصاخة الروائح الطيبة شقها وقلبها لبسها على الظهر خلى الأوصاخ وراء وجو دخل مجلس الإمارة بدون ما يستأذن. دور وين الكرسي اللي بجنب معنى ابن زايدة وجو قعد عليه. السلام عليكم. يبغى معنى ابن زايدة يتكلم ما حكم. ذاك معنى ابن زايدة اشتم الروائح رفع راسه يطلع شافه عود سكت عنده قلم وقاعد يكتب عود رجع يكتب يقرا. قال له أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعليك من جلد البعير؟ ذكر وانت فقير وش كان حالك؟ قال له بلى اذكر ما انسى. قال له فسبحان الذي اعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. قال سبحانه وتعالى. قال له فلست مسلما ما عشت دهرا على معنى بتسليم الامير.
يوم اللي انتحقوك الامير انا ما انا مسلم عليك وما قال السلام عليك ايها الامير. قال ان سلمت رددنا عليك السلام وان لم تسلم فانت حر لا نجبرك على ذلك. قال لي سارحل عن بلادنا انت فيها ولو جار الزمان على الفقير. ما ابغى اجاورك في بلد انت اميرها. قال لي ان جلست بيننا فمرحبا بك وان سافرت تصحبك السلام. قال لي فجد لي يا ابن ناقصه بشيء. انا وجدت الشتيمه مباشره. من ابن زائد صار ابن ناقصه ومنه شتيمه امه بعد. فجد لي يا ابن ناقصه بشيء فاني قد عزمت على المسير. قال اعطوه 100 درهم. قال لقليل ما أتيت به وإني لأطمع منك بالشيء الكثير. قال أعطوه بعد 100 درهم. قال له لمتى تغضب؟ قال له على وش أغضب؟ قال كل هذا ما تغضب. قال ما شايف شيء أغضب عليه. قال له أنت أغضب وبعد ذلك نحكي. ليه؟ قال مو ماخذين علي غرامة إذا ما تغضب بسلم لهم 100 ناقة. قال لي الله هاي 100 ناقة أعطوها وياك أعطوها 100 ناقة. قال لي زين مو إذا أنت غضبت هم بيعطوني 100 ناقة. قالوا إلك بعد ما عندنا 100 ناقة هذه 200 ناقة يا 100 سلم عليهم و100 إلك و200 درهم بعد ذاك عندك. ولا غضب ولا غضب. فإذا احيانا الانسان يشوفك يفكرك انت ضعيف. انت عندك قوه لكن ما جاي تستخدم القوه وهذا قوته قوه دنيويه وامواله من بيت المال ترى مو يعني مو صرفنا من جيبه. بس من اجي الى اهل البيت قوتهم قوه ربانيه قوه الهيه وقادرين على ان يزلزلوا الارض والسماء. يغري المامون منه حميد ابن قح ابن مهران. يقول لي حميد ابن مهران سيمر عليك علي ابن موسى يجي لنا. بالأمس كان منزل المطر أبغاك تفشل أمره إذا تقدر. قال لا أقدر. زين منزل لكم المطار عز الحار وقال لكم بانزل والكل مشكوك بل البعض مستبعد. قال علي بن موسى الرضا بيفشل فشله كبيره قدام الناس ونزل لكم المطار. تعرفوا ان عنده قدره الهيه. دخل الامام قام حميد بن مهران قال لي يا علي بن موسى يسقي الله الناس الغيث فتدعيها فضلا لنفسك إن كان لك فضلا عند الله فمر هذا التمثال أن يبتلي عنك. مبين أنت بتمثل ها تمثل على نفسك. لا جيب لك عنزة جيب لك تيس جيب لك شات جيب لك جمل وقول له هذا خلي أكل هذا. ماذا قلت لك تمثل على نفسك. الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى. أيام المهدي العباسي جابوا واحد مدعي النبوة يقول أنا نبي. جابوا بين يدي الخليفة علي بن عيسى الوزير قاعد. الخليفة يقول له أنت نبي. قال لي قال الأنبياء عندهم معاجز. يلا ثبت لنا. قال وش تبغى من معجزة؟ قال نشعل النار ونحطك في النار زي ما حطوا إبراهيم. قال له هذيك قوية علي. قال له عجل موسى بن عمران ألقى عصا فكانت ثعبان. قال ذاقوا من هذه. شوف لي واحدة خفيفة شوي معجزة خفيفة أخف من ذلك. قال له عجل عيسى بن مريم كان يحيي الموتى. قال بس خليك على هذه. هذه أنا وياك. هذا الوزير علي بن عيسى الحين أذبح لك وأعود أحييك من جديد.
قال له علي بن عيسى الوزير، قال له انا اول واحد مؤمن بك نفرني، لا تذبحني ولا ترجعني، انت نبي، انا ضامن نفسي مده انا حي، باكر اذا ذبحتني ارجع لما ارجع عدني. وهذا مثلها على نفسه، قال ان كان لك عند الله مقام خلي هذا الاسد يبتلعني. قال يا اسد الله والعدو الله، حالا ابتلعه ما خلى منه لا عين ولا اثر، حتى قطره دم منه ما ترك. الله صلي وسلم على محمد وآل محمد. يظن ما عنده قدرة، ما يدري ان عنده قدرة إلهية. ثم التفت للإمام قال مرني بهذا، أشر على المأمون. قال الإمام لا، حال المأمون فقط مشى عليه، لو يبغاها الإمام غير يبتلع المأمون بعد وياه، بل ويبتلع ملك المأمون كله مو بس المأمون. مو قادر عليه؟ لا قادر عليه، يبغى قادر عليه. سقط المأمون مغشى عليه، صبوا عليه الماء، فقال الحمد لله الذي أراحنا من عدوه حميد بن مهرة. تتبرى منه وانت اللي مسلطني. الإمام التفتنا قال لا لا تخاف، أنا نبغى الأمور رتبناها على مزاجنا، لكن كيف ذاه يأكلك وأنا أخرج من الدنيا قبلك، وما أخرج من هذه الدنيا إلا مسموما مقتولا وإماما وسيدا. ومن هو اللي يسوي فيك الشكي؟ قول لي عنه وأنا أقضي على حياته. أقول لك ترضى على حياته وأنت هو صاحب المشكلة. وكم أبين لي وكم أظهر له، ما فاض ما فاض، حتى حاك حياكته مثبت أمره وأول دس له السم. ذلك العنب في العنقود، حط الأبر المسمومة في رأس العنقود وخلى العنقود يستقي من تلك الإبر المسمومة. والإمام عنده وقلع العنب من رأس الكرمة، يعني شان كان يقول ويش وش ما أعظم العنب من شجرته، ما بيها بعد صعبة هذه. وأول ما أكل منها الثلاث العنبات وقف على قدمه، وين يبغى العنب؟ قال إلى حيث وجهتني. وطلع الإمام وهو يتفيئ الجدران من هذا الجدار لهذا الجدار، حتى إذا وصل إلى الدار أمر أن يفرش له فراش في صحن الدار، ثم صار يعالج سمه، فظن الطاغي أن الإمام يشفى من ذلك السم، فقدم له حب الرمان المغموس في ذلك السم النقيع، فما سقط في قلب حتى صار يقطع في أمعائه. يا مصير أخرج من في الدار وأغلق الأبواب، يقول أخرج من في الدار، أغلقت الأبواب وإذا أنا بغلام سباعي، كيف دخلت إلى الدار والأبواب مغلقة؟ قال الذي جابي من أرض المدينة في هذه الساعة أدخلني
إلى الدار والوصايا، ثم فارق الحياة. أيوا يا ماما خان العود ذات نسل الخيانة، مأمون قال لكن مزيف أمان، غدر صيان سيد دعيه مذهب الشيعة، ولا الرضا عهده وخلى خديعة، دسل اسمه ما وزلزل أركان الشريعة، دسل اسمه ما وزلزل أركان الشريعة، لجل الرأس الزلزل وداس الديان، أول بعنقود العنب قطعنا معاه، قرب البيت وبيل خديعة ياكل ويا، واسبوا على فراش المرام منهوك خلا، دسل اسمه موخايان بعهودة وأمان، جاني الرجس عجل عليه بماي رمان، كبده قذفها ومرده ومن الأجل حان، نازح غريب الدار لا عزوة والأخوان، بديار غربة يموت ناي عنا وطال، ولما اندنت منه المنية وحان حينه، الشرب الهادي وجاه من المدينة، وقف على راسه يهل دموع عينه، وعاين ابوه يعالجه زادت احزان، ويلي اولادي يا ربي ويش جرمهم، واحد تعندهم تعندهم وسمهم، واحد سفك بالسيف بالسيف، ضل تحن لهم حرمهم، مصيبة إنا لله اللهم صل على محمد وآل واقض لنا كل حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، في جميع المرضى زوج العزبين قدين الغارمين حب الدرية الصالحة للمحرومة، إخواني الحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم المؤسسين، تقبل منا ومنهم بقبولك الحسن الجميل لأرواح موتانا وموتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات. صورنا صفرانا.